التي تعززها وتؤكدها قيادتنا الحكيمة اليوم. لله العظيم أن أكون مخلصاً لدولة الإمارات العربية المتحدة. في حضرة التاريخ وحده تفاجئك الأيام والأحداث لتخبرك أن في ترابطها وتواترها عبرة وحكمة. نحن هنا في 2 ديسمبر 1971، الحلم يتحقق أخيرا. راية الاتحاد ترفرف عاليا إلى العالم كله، نزف خبرا سارا مفاده: دولة الإمارات العربية المتحدة قامت. كانت القوات المسلحة أحد أبرز عناوينها ومفرداتها منذ البداية، كيف لا، وهي التي حرصت منذ توحيدها في 6 مايو 1976 على أن تنصهر علما، قيادة وكيانا، لتصبح سياج فخر يحمي الوطن والمواطن، وسندا لخطط البناء ومشاريع الإعمار القائمة. على مدار السنوات ظلت القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة وفية للمواثيق والمبادئ التي من أجلها اتحدت وتوحدت. مدرسة قيم شعارها: نحن درع أمن وأمان لكل حبة رمل في هذا الوطن، بأرواحنا نذود من أجل رفعة الراية وصون الحدود. ونحن أيضا يد أمل وخير وعمل عندما نتوقف في الدول القريبة والبعيدة التي عانت من أهوال وكوارث الطبيعة. الـ30 من نوفمبر تاريخ استقر في الوجدان، حفظ في القلوب منذ إعلانه عام 2015 يوما للشهيد، ذكرى تخلد أمجاد أبناء الإمارات وأبطالها الذين كان جوابهم نعم عندما دقت ساعة ولحظة الواجب. مدرسة حياة، مدرسة قيم، هكذا هي القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة. عقود من التضحيات والسعي الصادق في سبيل بناء الوطن وتكوين العنصر البشري الإماراتي القادر على رفع تحديات الحاضر وصياغة نهضة وإشراقة المستقبل.